تفقد وزير النقل كامل الوزير محطتي رمسيس والمنيا وأيضا ورش عربات السكة الحديد بمحافظة المنيا. هذا وواجه الوزير قيادات السكك الحديدية بضرورة الحرص على انتظام جداول التشغيل بجميع الخطوط والمحافظة كذلك على نظافة المحطات، كما وجه وزير النقل بضرورة الاحترام الكامل للركاب في مختلف المواقف، وأن يكون خدمة الراكب وتسهيل تنقله على الخطوط أولى اهتمامات كافة العاملين، مشددا على أنه لن يسمح بأي خطأ في حق أي راكب.